رمضان بيجمعنا. مستمعينا تحياتي ليكم في حلقة جديدة بندور جواك، مع بعض لسه بندور جوا كل واحد فينا على اللي بيزعله ويضايقه. وصلتنا رسالة من صديقة لينا، الصحوبية أو الصداقة بتساوي عندها عذاب وألام. هقول لكم ليه بعد ما رحب بالدكتور أحمد هارون، مستشار العلاج النفسي، عضو الجمعية العالمية للصحة النفسية. دكتور بنرحب بحضرتك معانا في راديو مصر. أهلا بيك يا أستاذة مروة. وصلتنا رسالة من صديقة لينا بتقول فيها كل ما تدخل في أي علاقة، حب، صداقة، للأسف بترتبط جدا بالطرف الآخر بكل التفاصيل الحياتية، اتصالات متواصلة، وللأسف الظروف لما بتفرقهم بتدخل في نوبة حزن وكآبة ودموعها تفضل على خدها زي ما بتقول. هي بتسألنا نفسي أكون إنسان عادية زي كل البنات. يعني بداية يا دكتور لو وصفنا صديقتنا نقول إيه؟ حالة من حالات التعلق العاطفي الانفعالي اللي بتظهر بيها العواطف بشكل منفعل جدا. العواطف هنا بتظهر بشكل مضاعف عند الستات أكتر بكتير من الرجالة، عند البنات أضعاف الولاد. لأن الولد بيبقى سهل جدا وفقا للمجتمع الذكوري العربي اللي احنا عايشين فيه انه سيعبر عن انفعالاته او انه يظهر هذه الانفعالات او المشاعر. البنت لان بيكون حواليها شيء كتير من الكبت ما بتقدرش تطلع هذه المشاعر. المشاعر دي بتكبت لفترة طويلة، وعلشان كده لما بتطلع بتطلع بشكل مندفع. هذا الاندفاع بيحدث حاجة اسمها المشاعر المندفعة. بمعنى المشاعر دي مادة لزجة، لو تخيلنا ان هي شبه الكريم كراميل، لو دلقنا الكريم كراميل ده على تليفون هياخد شكل التليفون. لو دلقناه على شخص هياخد ملامح هذا الشخص. اللي بيحصل حاجة في العلم اسمها transference of feeling أو طرح المشاعر. طرح يعني دلق، يعني حد بيظهر في حياتي بدلق المشاعر بتاعتي عليه فبتاخد شكله. مش بالضرورة أن المشاعر دي تكون حقيقية، ومش بالضرورة أن الشخص ده يكون مناسب للي أنا بحس بيه، بس المشاعر دي أول ما بتطرح على هذا الشخص أنا ببدأ أعيش كل الانفعالات وكل المشاعر بكل الصدق وكل الاندفاع. يعني هي بتعترف أن تعلقها بالآخرين دوت شيء مش طبيعي، يعني معنى كده أن هي مدركة أن عندها مشكلة؟ غالبية الناس اللي بيقعوا في المشكلة دي بيكونوا مدركين، ولكن ما بيكونش مدرك خالص هو يطلع إزاي من المشكلة. اللي بيعمله مشكلة أكبر هو أن الناس اللي حواليه إما أن هي بترتاب منه، يعني تشك في تصرفاته، أو أن هي تقلق أنها تكمل معاه فبتبعد عنه، أو أن هي تصنفه تصنيف خاطئ. وفي الثلاث حالات بيكون هو الشخص ده ضحية الاتهامات الاجتماعية غير المبررة. إيه المشاعر اللي هي بتكون حاسة بيها في الوقت دوت؟ والمشكلة الأساسية طبعا اللي بتواجهها إن مفيش حد بيبادلها نفس القدر من مشاعرها. حتى ما بين نفس الجنس ممكن نلاقي إن بنت بتحب زميلتها بشكل كبير قوي. المشاعر هنا لما بيبقى مبالغ فيها الطرف التاني بيقلق، ولأن العواطف المفروض إن هي تبقى ما بين طرفين أو أكتر، بتلاقي إن المصدر المصدر لهذه العواطف ما بيلاقيش نفس الاستجابة بنفس الدرجة، لأن الناس اللي حواليه بتقلق منه. يعني بنت تحب صاحبتها جدا فتبدأ تكلمها على مدار اليوم مرات كتير، تجيب لها هدايا وقت طويل، تبدأ إن هي تبقى عايزة تفضل تبقى موجودة جنبها أكبر وقت ممكن. كل ده بيعيش الطرف التاني في حالة من القلق والتوتر ويخليه يرتاب من تصرفات الطرف الأول. هي ليه بتعمل كده؟ عارفة المثل اللي بيقول فاقد الشيء لا يعطيه؟ للأسف في مجال النفوس مش حقيقي قوي. أحيانا بيكون فاقد الشيء هو أكثر واحد قدرة على إعطائه. المحروم من الحنان بيكون أكتر حد حنين. الشخص المحروم من العواطف بيكون أكتر حد عاطفي. الشخص اللي دايما حياته رتيبة ومفهاش مشاعر بيكون عنده إسهال المشاعر. التلات أنواع دول بيوصل بيهم المقال في النهاية للتعلق العاطفي اللي احنا بنتكلم عنه. حالة من التهيئة الذاتية هي بتهيئها لنفسها إنها ترسخ جواها إن الشخص اللي قدامها هو الأنسب والمستحق الأول لكل المشاعر اللي هي بتحس بيها، وهنا بتبدأ تطلع كل انفعالاتها ومشاعرها عليه بشكل سريع جدا. المشكلة ان الناس لا تعمل في جنين بتبقى فرحانة بيه جدا، نفسها انها تشوفه النهاردة قبل بكرة، ولكن حفاظا عليه بتفضل متمسكة بيه لغاية ما يحين موعد انه يخرج للنور. المشاعر زي الاجنة لازم تكتمل عشان تقدر تكمل. ان لم تكتمل هذه المشاعر وتخرج في نطاقها الطبيعي وقتها الطبيعي بمقدارها الطبيعي، هي بلا شك بتدخلك في دايرة من الاضطراب النفسي، تدخل في نوبة بقى الحزن والكآبة اللي هي وصفتهم
تحكم يعني في حالتها. وأكتر من ذلك إنها بيحصل لها حاجة اسمها الانستيبل مود، عدم الاستقرار المزاجي، وتبدأ تشك في نفسها، وتبدأ تتحول لأفويدنت بيرسوناليتي، إنها تتجنب الناس اللي حواليها، وتخرج من كذا تجربة مثيلة وتقرر إنها مش تدخل في أي تجربة تانية من أي نوع. إيه الطريقة اللي تقدر بيها تحجم مشاعرها تجاه الآخرين؟ تحجيم المشاعر هو كان السبب في المشكلة الأولى، علشان كده إحنا ما نطالبش بيه أبدا، لأن كبت المشاعر في الأول هو اللي خلاها تخرج باندفاع. أنا أقصد يكون ليها حجم معين أو مستوى معين ما تزيدش عنه. أحبب حبيبك هونا ما، حبه بالراحة، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، يمكن تزعلوا من بعض في يوم من الأيام، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الوسطية والاعتدال في المشاعر هي أفضل مقال للشخص. بشكل عملي؟ بشكل عملي، لما تقرب من حد ما تقربش منه قوي، لأن العلاقات ما بين الأشخاص زي المسافات ما بين السيارات، كل ما حافظنا على مسافة كل ما قللنا من الاصطدام والتورط. يتساقط الأصدقاء عاما بعد عام، بعضهم يسقط من القلب، وبعضهم من الذاكرة، والبعض الآخر من العين. حينها ندرك بأن السعادة ليست في عدد الأصدقاء، بل في قيمة من نصادق. وعلى قدر الحب والتعلق بالبشر يأتي الألم، وعلى قدر الحب والتعلق بالله يأتي الفرح. ونشكر الدكتور أحمد هارون، مستشار العلاج النفسي، عضو الجمعية العالمية للصحة النفسية. تابعونا دايما وابعتولنا تعليقاتكم على بيج برنامجنا دور جواك بالعربي على الفيسبوك. بشكر حضراتكم وقابلكم دايما على خير، ولسه في كتير جوانا بندور عليه. كنتم مع دور جواك مع مروة شريف على راديو مصر. رمضان بيجمعنا.